الآن مشاهدينا تنضم معي عبر الهواء مباشرة السيدة فرح مراد من دبي، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيدة فرح إلى هذه المواكبة الاقتصادية. إذا أردنا أن نتحدث فرح بداية عن بنك الشعب الصيني الذي ثبت معدل الفائدة متوسطة الأجل، قبل ذلك كيف يمكن أن نقيم واقع التضخم في الصين وإلى ما عمد هذا البنك إلى فعل ذلك؟ يعني أظن هذه كانت نوع من السياسة المتوقعة، على الرغم من إذا نحكي بطريقة جنرال أكثر، الاقتصاد الصيني بحاجة لدعم، بحاجة لسياسة متساهلة نوعا ما، ولكن إذا نكون عم نشوف مثلا تقليص الفائدة سيناريو صعب كتير. ليش؟ أوكي، نحن في عنا مشاكل اقتصادية بتضطر كمان بنك الشعب انه الصيني انه يكون عم بيساعد الاسواق، ولكن من ناحيه ثانيه عندنا بنوك مركزيه حول العالم بعدها في السياسه المتشدده، بعدها الفائده مرتفعه جدا، فليحدوا من هال يمكن التقلبات الكبيره اللي كنا عم نشهدها على اليوان، ما فينا نكون نحن عم نشوف سياسه يمكن حده من بنك الشعب الصيني، كمان ما فينا نكون عم نشوفهم عم يتوجهوا الى الضعاف الين بشكل اكبر، نكون عم نشوف نوع من التدفقات الى خارج الصين. فاظن يمكن السياسه اللي قاموا بها هي يعني في عندهم يمكن العديد من الادوات اللي يستخدموها، ولكنها متوقعه، ما رح تكون عم تاثر على تحركات كبيره في الاسواق. ومن ناحيه ثانيه كمان كنا عم نشوف ضخ لاسيول لدعم الاسواق بس مش عبر تقليص الفائده. طيب إذا أردنا أن يعني نفتح موضوع ملف رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، هل سنشهد رفعا قريبا للفيدرالي الأمريكي أم أنه سيبقي أسعار الفائدة على ما وصلت إليه بعد فترات يعني الفترات السابقة؟ بتصور كمان عندك زلة لسان، هي قدي رح نتوجه لتقليص الفائدة بدل رفعها، ولكن البيانات التضخم اللي عم نشوفها فعلا بتدل انه لا يزال كمان يمكن سياسة التشديد مطلوبة من البنوك المركزية. هلا من ناحية طبعا الولايات المتحدة عم نشهد التضخم لا يزال عم بفرجينا انه نوعا ما موجود، ولكن لازم نتذكر نحن كمان الفيدرالي والبنوك المركزية بشكل عام بهم بيانات مش يمكن سي بي اي على قد ما كمان بيانات الاستهلاك، لانه وقت نكون عم نحكي نحن عن سياسات البنوك المركزية تتعلق بشكل رئيسي بالاستهلاك أكثر يمكن من الضغوط التضخمية التي قد تأتي من ناحية مثلا العرض، من ناحية سلاسل التوريد، من ناحية يعني قد لا تكون السياسات النقدية تفيد لتقليص التضخم. عم نشوف مثلا مبيعات التجزئة نوعا ما فرجتنا تراجع في معنويات المستهلك، ولكن كمان التضخم لا يزال موجود. أظن أنه مثل ما كنا متوقعين من قبل نكون ما عم نشوف أي تغيير في السياسة النقدية على القليل في النصف الأول من العام، لا يزال هو سيناريو الحالة الرئيسية، ولكن كمان نتذكر قد يرى كمان المستثمرين بعض الإشارات خلال هذا الأسبوع، إن كنا عم نحكي من الفيدرالي أو حتى من المركزي الأوروبي، لأنه في عنا دقائق كمان المحاضر اللي راح تكون عم تظهر هذا الأسبوع وراح تكون عم تعطينا صورة على هل، لأنه كل ما اللي عم نسمعه كنا من البنوك المركزية إنه القرارات القادمة ستعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية، فكمان عم نشوف هالبيانات اللي عم تظهر هذاك الأسبوع نوعا ما مخالفة للتوقعات السابقة نوعا ما، كمان أعطتنا شوية مفاجآت مع يمكن المحضر اللي حنشوفه هذا الأسبوع قد تكون صورة أوضح، ولكن إلى الآن أظن أنه ما رح يكون في عنا ارتفاع في الفائدة في النصف الأول، وقد نرى كمان خلال شهر حزيران أو تموز أول تقليص للفائدة من الفيدرالي. طيب هذا يتعلق بالبنوك المركزية، البنك المركزي الفيدرالي أو البنك الفيدرالي عفوا، ماذا عن البنوك المركزية الأخرى؟ يعني إذا بدنا نقارن مثلا اليوروزون، يبدو أنه هذا المركزي الذي قد يضطر إلى تقليص السياسة المتشددة قبل غيره، ونرى أنه الأسواق عم تسعر أنه قد نرى أول تقليص للفائدة من المركزي الأوروبي في أبريل. ولكن إذا بدنا نقارن مثلا المملكة المتحدة، قد يكون الباوند هو العملة الأكثر
يمكن قوة، أو الأكثر يمكن في عنده هالسبورت خلال هذا العام، لأنه عم نشوف لا يزال التضخم مستمر بشكل كبير، لا نزال نرى أنه حتى سوق العمل لا يزال نوعا ما قوي، لا تزال يمكن مبيعات التجزئة اللي كنا عم نشاهدها هذاك الأسبوع أقوى بكثير كمان من الولايات المتحدة. فيبدو كما تتوقع الأسواق أن نكون عم نشوف تأخر في تقليص السياسة المتشددة من البنك إنجلترا، قد نراها في شهر آب. طيب، بيانات رسمية سجلت مؤخرا أن اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود، كيف تقرأين مستقبل الاقتصاد البريطاني؟ كمان رح ارجع اقول لك، هون المصطلحات صارت لعبه مصطلحات. نحن ما عم نحكي عن ركود في المملكه المتحده، عم نحكي عن ركود فني. طيب شو الفرق ما بين الركود الفني؟ شو يعني؟ بالضبط، هلا ما نكون احنا الفرق عم بين نشوف تاثيره الركود على الفني؟ الاقتصاد ولا لا؟ صحيح، والركود الطبيعي. هلا اذا ما نحكي عن الركود الفني، هو بكل بساطه تعريف اي فصلين متتابعين بنكون عم نشوف فيه النمو في الجهه السلبيه، في عندنا تراجع في النمو الى الناحيه السلبيه. ولكن مش بالضروره هذا الشيء يعني انه نحن في بيئه ركود معمقه جدا ومشاكل اقتصاديه. واذا نتذكر كمان في عام الماضي كنا عم نشهد نفس الامر في الولايات المتحده مما يسمى بالركود التقني، وما كان فعلا عم بياثر على معنويات الاسواق، خصوصي اذا منا ان نقارنه باهداف المركز اللي كان هدفه انه يكون عم بقلص النمو ليكون عم بقلص التضخم. وهذا الشيء ما بيعني بشكل مباشر انه نحن بسيناريو سيء بشكل كبير. الفرق ما بين الركود الحقيقي، الركود يمكن مثير للمخاوف مقارنة بالنمو التقني، أنه الركود الحقيقي المخيف هو أن نكون عم نشوف ارتفاع في البطالة، وهذا السيناريو منه موجود في بريطانيا. أوكي، نكون نحن في ركود تقني، بيانات مثيرة للاهتمام لازم نكون عم نراقبها بشكل يعني مهم جدا، وعلى يعني نكون على دراية بالموضوع، ولكنه ما فينا نعتبر انه صارت يعني نهاية العالم، او فينا نقول هيدا الابوكاليبس خلص نحن بركود. لازم نكون عم نراقب البيانات، واظن تطي في الواقع في المملكة المتحدة تقليص النمو هو مهم جدا، ولو ادى الى بعض بيانات سلبية في النمو. الدولار اقترب من أعلى مستوياته بعدما أظهرت ارتفاع التضخم في بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. تحدثنا كثيرا ربما مع متخصصين أيضا في الاقتصاد عن مستقبل العملة الخضراء أمام العملات الأساسية. لمن الكف يعني في المؤشر المتحرك لنمو العملات ووضعها عالميا؟ وكيف يمكن أن نقارن بين العملة الخضراء وباقي العملات؟ هلا كمان مثل ما كنت عم تحكي، وكنت عم شوف العديد كمان من يمكن المحللين كانوا عم يحكوا انه قد نرى قوة لليورو، عودة قوة لليورو مثلا في عام 2024 مقارنة بالدولار، مدعومة بيمكن بيانات أو بأفكار ممكنة جدا. ولكن أظن أنه من المبكر أن نكون عم نحكي عن قوة للعملات في وجه الدولار. أظن أن الدولار لا يزال في عنده القدرة أنه يكون قوي، لا يزال الفدرالي عنده القدرة أنه يكون متشدد. يعني هنا نحن نقارنه، من نقارن بيانات التضخم وقدرة كمان يمكن البنك المركزي أنه يستمر بتشدده. هل فعلا أساسيات الاقتصاد بتسمح أن نحن نكون لا نزال متشددين بالسياسة النقدية؟ أظن أن الولايات المتحدة يمكن عندها الأفضلية عن العديد من الدول بسبب الاقتصاد الجيد، بسبب تراجع البطالة، بسبب سوق العمل القوي، بسبب البيانات الجيدة، أنه يكون مستمر بالسياسة المتشددة. هلأ مثل ما كنا عم نحكي، يمكن مثلا في وجه الجنيه الاسترليني لا، قد يخسر، قد نرى قوة للجنيه الاسترليني في هذا العام أكثر، لأن التضخم لا يزال مرتفع أكثر. احتمال مثل ما كنا عم نحكي انه ما نشوف تقليص للسياسه النقديه، التشدد كمان من بنك انجلترا الى شهر اب، قد يدعم كمان الاسترليني اكثر من الدولار الامريكي. ولكن ان نكون عم نعتبر قد نرى تراجع كبير للدولار في وجه العملات الرئيسيه الكبرى، اظن انه من السابق لاوانه بسبب طبعا الاساسيات القويه للاقتصاد الامريكي. طيب بقيه العملات كيف ترين وضعها بشكل عام؟ هلا اظن من يمكن العملات المثيره للاهتمام قد نرى قوه للدولار الاسترالي،
أظن أنها من العملات التي قد نرى كمان قوة لها. لا يبدو هناك أي شيء قد يدعم كمان تغير في السياسة النقدية على اليان الياباني، مما قد يعني استمرار الضغط عليها. اليورو مثل ما كنت عم بقول قد نرى استمرار الضغط، أولا لأنه إذا بدنا نقارن أساسيات الاقتصاد ما بين اليورو زون وما بين الولايات المتحدة، نرجح قوة الولايات المتحدة فنرجح قوة الدولار الأمريكي. أما في وجه الجنيه الاسترليني قد نرى من أقوى العملات في هذا العام، في عنده القدرة أن يكون الأقوى في هذا العام. الآن سوق الطاقة، يعني عودة رياح التضخم وبيانات المخزونات، كل ذلك يؤرق أسواق النفط العالمية. تراجعت أسعار الخام رغم التوترات الجيوسياسية، يعني هناك عوامل عديدة واتجاهات ربما على غير المتوقع بوجود مثل هكذا مؤشرات، يعني ارتفاع أو تراجع أسعار الخام رغم وجود توترات جيوسياسية مثلا، كيف يمكن أن نحلل ذلك؟ يعني مستقبل أيضا النفط في ظل هذه الثنائيات غير المنضبطة. هلا كنا عم نحكي كمان يمكن التوترات الجيوسياسية اللي كنا عم نشهدها عطت يمكن المخاوف خلت صوتي المستثمرين الأفراد يتوجهوا لشراء النفط. كل ما نحكي عن توترات جيوسياسية، كل ما عم نحكي عن مشاكل في سلاسل التوريد، لازم نكون عم نشوف ارتفاعات شدها ولكن لم تكن مستدامة. أولا لأنه المشاكل كمان اللي كنا عم نشوفها مثلا في البحر الأحمر أخرت وصول النفط أكثر من أنها فعلا أثرت على إنتاج النفط. إلى جانب هذا الأمر في عنا عوامل عديدة لازم نكون عم نراقبها في الأسواق. صحيح نحن في عنا تراجع في الطلب مثلا من الصين، هيداك الأسبوع كنا عم نشوف على الرغم كمان من حديثنا عن شهور الركود الفني، ولكن هذه بيانات تعتبر نوعا ما سلبية للطلب على النفط إن كنا عم نحكي من اليابان أو من المملكة المتحدة. ولكن من بعض البيانات اللي أظن أنه قد كمان نلقي النظر عليها وقد لا تكون سلبية مثل ما كنا متوقعين، المخزونات اللي كنت عم تحكي عنه، الارتفاع الكبير اللي كنا عم نشهده بالمخزونات مش بس يعني تراجع الطلب، ولكن كمان كنا عم نشوف الولايات المتحدة كان في عنا مشاكل في مصافي التكرير يلي أدى هيدا الشيء لرفع كمان ارتفاع المخزونات النفط لفترة زمنية كمان محددة. فعلا الارتفاعات كانت متوقعة من الأسواق، لكن هذه السبايك الكبيرة كمان أدت إلى نوعا ما الضغط على أسعار النفط. ولكن كنا عم نشهد في الأسبوع الماضي التحركات كانت ضئيلة، وأظن أنه كمان هالتحركات مثلا على برنت ما بين 80 و83 دولار للبرميل قد يكون سيناريو الحالة الرئيسية خلال اليوم وغدا، بانتظار كمان بيانات أخرى قد مثلا تحرك الدولار وفي نفس الوقت بتصير تضغط على أسعار السلع. طيب الأكثر المتضررين من ما يجري بالنسبة لأسعار النفط؟ يعني إذا نحن بدنا نقول مين بفضل أسعار النفط تكون مرتفعة، بدنا نتوجه إلى أوبك بلس. بدنا نشوف إنه العديد من يمكن أعضاء أوبك بلس بفضلوا إنه أسعار النفط تكون مرتفعة، على رأسهم طبعا يمكن البلدان العربية خصوصي المملكة العربية المتحدة وكمان السعودية، اللي بنشوف إنه إذا حتى البالانس شيت تبعيتهم أو للميزانية الخاصة فيهم أسعار النفط أنها تكون مرتفعة أعلى من 80 دولار مهمة لألون. ولكن يعني أظن أنه إذا نقول مين متضرر، قد لا يكون هناك متضرر بشكل كتير كبير، ولكن أظن أنه طبيعة الحال أوبك بهم الأسعار تكون مرتفعة أكثر من مثلا الولايات المتحدة، اللي بالعكس بهم الأسعار تكون متدنية وتكون كمان عم تقلص الضغوط التضخمية. أسواق الذهب، ترى الذهب، يعني نرى الذهب فوق مستويات 2020 على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، هل من أسباب واضحة لهذه الارتفاعات؟ يعني أظن هو ارتداد لموجة البيع الكبيرة اللي كنا عم نشهدها على الذهب، تراجعت الأسعار ما دون 2000 دولار للأونصة، هذا أمر كمان ما كنا كتير متوقعينه على شكل كبير. قوة الدولار نوعا ما، البيانات اللي فرجتنا تضخم غليظ أو لا يزال موجود في الأسواق طبيعة الحال أدى إلى الضغط على المؤشرات مثلا وحتى على الذهب، ولكن شفنا ارتداد له. هذا الارتداد بيجي كمان بسبب البيانات السلبية اللي عوضت نوعا ما مخاوف التضخم، لأنه حتى لو نحن عنا بيانات تضخم قوية ولكن في حال جاءت كمان من ناحية أخرى مع بيانات اقتصادية سلبية في قطاعات عديدة كنا عم نشهدها في الأسبوع الماضي، فهالشي كمان رح يحد من قدرة الفدرالي أنه يكون مستمر في السياسة المتشددة. فرجعنا عملنا توازن نوعا ما،
ارتفعت من نعتبر ارتفع الدولار ورجع تراجع، ارتفع الذهب كمان كنوع من ال يعني التحوط من البيانات السلبية، أو كان نعتبرها الميكس، يعني ما كنا عم نعرف شو الاتجاه المضبوط، بدينا بيانات قوية وبيانات أخرى ضعيفة في الأسبوع الماضي، فأعاد الدعم. ولكن يمكن للمستثمرين في الذهب خلال هذه الفترة بدي أقول لهم عن نوع من البيانات اللي كنا عم نشوفها في الصناديق الاستثمارية الخاصة في الذهب. كنا عم نشوف نوع من البيع اللي عم نشهده على تلك في هذه الصناديق على الذهب، ف قد يعني هذا الأمر ضغوط، عودة الضغوط بيعية على الذهب. كمان لنكون عم نشوف كيف رح يكونوا الصناديق الاستثمارية عم تقرأ البيانات القادمة هذا الأسبوع. رغم يعني أيضا بوجود حديث كبير عن يجب أن يكون هناك حدود للعملات الرقمية، العملات المشفرة، لكن أتساءل هل ستكمل بيتكوين مسيرة الصعود نحو 100,000 دولار في ظل كل الحديث عن العملات الرقمية والعملات المشفرة أيضا؟ هلأ لجاوبك أكثر من أنه هل توصل لل100,000 دولار، هلأ هو سيناريو محتمل، لأنه يعني إذا بدنا نشوف ما قبل الارتفاعات اللي أوصلت البيتكوين إلى تقريبا أقل شوي من 70,000 دولار، كان هذا الأمر كله عم يحدث ما قبل أي نوع من يمكن الاعتراف بالبيتكوين كأصول مالية. ولكن نحن هلأ عم نحكي عن ما بعد الاعتراف بالبيتكوين في الولايات المتحدة مثلا. الأمر الإيجابي الآخر اللي كمان عم حس فيه رابط ما بين تحركات صناديق الاستثمارية ما بين الذهب وما بين البيتكوين مثلا، نلاحظ أنه كان في عنا موجة بيع مثل ما كنت عم أقول لك من الصناديق الاستثمارية على الذهب، ولكن كنا عم نشوف موجات بيع شراء كبيرة جدا على البيتكوين، وبالفعل ترجمت لارتفاعات. يعني كنا عم نحكي نحن من 39,000 للبيتكوين وصلنا ل 50,000. عم نحكي بهذا الأمر ما بعد يمكن صندوق الاستثمار للبيتكوين، ما بعده كمان بأسبوعين. فلازم نتذكر حتى لو نحن عنا موجة شراء على البيتكوين، حتى لو نحن كمان قد تكون الكريبتو كرينسيز أو الأصول يمكن الرقمية مدعومة بشكل عام خلال هذا العام، ولكن لازم نتذكر انه التحركات والفولاتيليتي موجوده جدا في هذا السوق. يعني حتى من بعد الموافقه على الاي تي اف بتكون شفناها تراجعت بشكل كبير، فمنلاقي في نوع من بيع الشائعات، شراء الشائعات وبيع الاخبار في سوق العملات المشفره. لا تزال سوق عاليه المخاطر ولكن لا تزال مدعومه. من الهند كمان اللي بيهمني اعطيها للمتداولين او للمستثمرين في البيتكوين، خلينا نشوف كيف عم تصدر بيانات ارباح البنوك، لأنه إذا بدنا نلاحظ في مشاكل قطاع البنوك الماضي خلال مثلا سيليكون فالي والبنوك الأخرى، كانت المشاكل اللي كنا عم نشوفها في قطاع البنوك فعلا نوع من المشعل للارتفاعات اللي شدناها على الكريبتو كيرنسيز. فكمان آخر نهاية هذاك العام، يعني تقريبا في ما بعد نصف العام الماضي، فلازم نكون عم نشوف نحن قطاع البنوك أي مشاكل فيه وقت إنه إحنا قريبين من بعض أرباح البنوك. إذا شفنا تراجع فيها قد يعني هذا الأمر تحول المستثمرين مرة أخرى إلى يمكن الأصول المشفرة كنوع من التحوط من المشاكل في القطاع المصرفي في عام 2024. أشكرك الشكر الجزيل سيدة فرح مراد عبر الهواء مباشرة من محلات أسواق مجموعة إكويتي من دبي على كل هذه المعلومات.